نبينا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط كلمات بين يدي هذا الدعاء، يعني جنازة معاذ رحمه الله تعالى كانت اليوم درسا لنا. والله أنا ما أعطيت أحد مال ولا شيء، اللي جمعهم وكلنا على هذا الطريق، كلنا على طريق الموت. يعني عرفت كيف ديننا؟ نحن ديننا في روحانيات وفي ماديات، للأسف هلأ وجدنا في عصر هو الماديات بأيدي غير المسلمين، لكن الروحانيات هي التي غالبة علينا. ولذلك جنازة معاذ أنا أعتبرها درسا لنا. بتذكر كمان أنه فوق 50 كان صلى الله عليه وسلم، لما عم يستلم الحجارة من كل جانب، يعني عم يضربوا بالحجارة، ونزل ملك الجبال قال لو شئت لأطبقت عليه من أخشبين. يعني في ناس بيظنوا أنه هذا بالطائف، لا بمكة، يعني ما كان فيه لا عمرة ولا حج. شايفين كيف انتم؟ ما في لكم لا عمره ولا حج. لو كان صلى الله عليه وسلم انتقم لنفسه وقال لكن ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. بيذكروا احد كبار الائمه قالوا له شهد جدك بدرا، قال له شهد من الجانب الاخر. لاحظوا كيف؟ يعني انا لا يسعني في هذا المقام أن أتذكر واحد من العلماء إلا وأتذكر كيف كان صبره صلى الله عليه وسلم، كيف كان. يعني أنا ما عم أحكي قدامكم إلا لبيان الحلال والحرام. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن الحلال والحرام. شايف كيف؟ نحن أصفى وأنقى رسالة من الله سبحانه وتعالى بين أيدينا، لكن نحن مقصرين في أدائها. لاحظتوا كيف؟ فلذلك يعني هذه الجنازة اليوم درس لنا ولسائر المسلمين بأنه كلنا مآلنا إلى الموت. لاحظوا كيف؟ والله سبحانه وتعالى يجمع ويحشر من يشاء كما يشاء فيما يشاء. لاحظوا كيف؟ لا تترقبوا ذلك. في آية اسمها آية المحبة، سيدنا ثوبان كان رآه صلى الله عليه وسلم كل يوم عم يزبل ويصفر لونه، قال له ما بالك يا ثوبان؟ قال له يا رسول الله إني أحبك وإني أحيانا لا أصبر على حبك حتى آتي بيتك وأنظر إليك. ثم أتذكر يوم القيامة وإن دخلت أنا الجنة. يعني مقام النبوة غير مقامي أنا. فأنزل الله تعالى أحسن أولئك رفيقا. بيذكر الإمام قرطبي إنه ذلك في حق سيدنا عبد الله بن زيد وآخرين. يعني ليش متكلمين؟ ليش بيتناسوا هذا الأمر؟ يعني بالبخاري ثبت إنه صلى الله عليه وسلم لما كشف الستارة وضح. شو يعني وضح؟ يعني أنا لما أطلع بعد صلاة الفجر بيكون عتمة وظلام. وضح شو يعني وضح؟ يعني نوره صلى الله عليه وسلم طبق كل المسجد، وهذا بالبخاري، رواه البخاري في صحيحه. ليش عم نتناسى هذا الأمر؟ يعني لأن المتكلمين عم يتناسوا هذا الأمر، بيجي اللي بعدهم بيصيروا ماديين، بيصيروا ملحدين، نسأل الله العافية. فلذلك الواقع ما وجد في عالم الأمر ولا في عالم الخلق مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل قديش نحن بنفرح بالحج والعمرة؟ لولا ما كان في حج ولا عمرة، يعني لو وافق ملك الجبال وأطبق الأخشبين عليهم، يعني شو وين الحج وين العمرة؟ لاحظوا كيف؟ يعني فلذلك ينبغي أن والنبي صلى الله عليه وسلم ما تمصلح علينا، ما أخذ مال، ما أخذ شيء، ما أخذ عمران. حتى سيدنا العباس تضايق، يعني قال له يا رسول الله حطمك الناس، فهل لا نبني لك عريشة؟ قال له لا أزال يطع عقابهم ويطعون عقبي حتى يريحني الله منهم. وأنا بنظر طبعا هذا من أمر الله سبحانه وتعالى، بنظر يعني شيوع القرآن، شيوع الصلوات في عصرنا، هذا سبب خلطة النبي صلى الله عليه وسلم بنا. لازم أنتوا تخالطوا الناس على قدر عقولهم وتعطون هالروحانيات. ليش يعني أنا انصدمت لما جيت أول واحد كان عم يتكلم، قال محمد
يعني كأنه ابن خالته أو ابن عمه، يعني كان أعرابي، كان أعرابي يقول محمد. شايف كيف كان سادات الصحابة؟ قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بين بعضكم بعضا. ليش نحن بنتجاوز هالروحانيات؟ ليش نحن بنتجاوز هذا؟ يعني بخلاصة، شايف كيف؟ يعني وإما لما قرأت في القرآن تجد ذكره صلى الله عليه وسلم عطبه، وكان صلى الله عليه وسلم من كل شيء يبدأ بالواجبات والتكاليف قبل التشريف. لما نزلت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما قال لهم ارفعوني وفكوا رجليه، قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فليورثته، خليهم ياخذوه ينبسطوا فيه، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. نحن نستودع الله هذا الفتى عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع على الهدى أمر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة، اللهم أقر عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أمته، اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا وبسائر المسلمين في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا معاذ قد أمس مفتقرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، فحقق له ما افتقر به إليك وأغنه عما استغنيت عنه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة.